عرفني بنفسك يا حاج. المساعد رمضان فهمي حسن من العجول. عندك 72 سنه. 72 سنه. ربنا يديك الصحه. فانا اللي طالبه منك. انت عايزك انت تكلمني الاول عن الترعه دي كانت شكلها عامل ازاي الاول؟ الترعه دي كانت في الاول خدت بال سيادتك دي كانت ترعه كلها حشيش وكانت يعني مش هي يعني خدت بال حتى هنا اصبحنا النهارده خدت بالك الترعه بقت دلوقتي حلوت من هنا وصلحت تمام التمام في الاراضي. طيب عايزك بقى تكلمني كده الاول كان في نقص في الميه قبل ما تتعمل مشروع التبطين ده يعني الميه كان بيبقى ناقصه شويه كانت بتقل. ايوه كانت بتقل وكنا بنقعد باليوم واثنين والثلاثه قبل ما نسقي الزرع. ايه اللي استفادوا المزارع لما تبطنت الترعه دي؟ خدت بالك الترعه دي زادت. زاد. احنا النهارده الزرع زاد. زاد. طبعا يعني انت حسيت بفرق سنه. ايوه حسيت بفرق في خدت بال ساعتك. ايوه حسيت بفرق. حسيت انا كان عندي مثلا خدت بال ساعتك فدان بيجيب مثلا خدت بالك 12 ارتاب بس احنا النهارده الفدان بيجيب عندي 24 ارتاب. بسم الله ما شاء الله. ايه ما بتحسش بنقص الميه دلوقتي او كده؟ بس جيب الميه خدت بالك ارمي خرطومي واشتغل وتشتغل على طول. اشتغل عادي على طول. ايه واشغل شغلي عادي على طول. تمام بس تمام.